السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا السيد ناصر بوريطة واللي كيقصف جنوب إفريقيا بالثقيل، قصف كبير جدا حول المسألة ديال جنوب إفريقيا واستقبال أو الدعوة اللي قدمت لديميستورا، واللي كتحاول جنوب إفريقيا انقاذ البوليزاريو او انقاذ حتى الجزائر. فهاد الزيارة ديال ديميستورا لن تؤثر بشيء ولا تأثير لها على ارض الواقع، لانه بكل بساطة ما يقدروش يغيروا شي حاجة، ما عندهمش القدرة يغيروا شي حاجة، ولا الجزائر ولا جنوب افريقيا، وحتى شي قوة ما تقدر تغير هاد الواقع ديال مغربية الصحراء. فالسيد ناصر بوريطة تكلم على مجموعة ديال المحطات ديال محاولة جنوب إفريقيا باش تقوم بشي حاجة ضد المغرب، ولكن كالعادة ودائما كتفشل، دائما كتفشل. فشلت في الاتحاد الإفريقي، فشلت في مجلس الأمن والسلم، فشلت في مجلس حقوق الإنسان. فإخواني أخواتي، دائما المحاولات ديالهم فاشلة. فغادي نخليكم مع التصريحات ديال السيد ناصر بوريطة، وبلا ما نوصيكم وبلا ما نقول لكم بارتاجيو هذا الفيديو لأنه يستحق. خليكم الإخوان مع الفيديو. الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالتالي كانت هذه ما خضع على النقاش لا التفاوض لا مع الأمم المتحدة لا مع الأمين العام لا مع أي طرف آخر. فهذه العناصر الثلاثة هي المحدد الأساسي للعمل ديال المغرب والتفاعل ديال المغرب مع الأمم المتحدة، مع الأطراف الدولية، مع المبعوث الشخصي كيف ما كان. وطالما هاد النقط هادي ما كتقاش، فالمغرب منخرط في هذا المجال. إلا تقاست المغرب كياخد المسؤولية ديالو، وبالتالي هذه هي النقاط الثلاثة: أطراف النزاع، آلية الموائد المستديرة كإطار للتعامل وسط النزاع، والحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار الأمم المتحدة. النقطة الثانية هي أن المغرب كان دائما مع كاع المبعوثين الدائمين كيأكد على أن الشفافية والتشاور والتنسيق هما سبل النجاح. اللي بغى ينجح كيشتغل بهم، والمغرب معاه. ملي ما كيكونوش المغرب كينبه، والمغرب كياخذ الإجراءات المناسبة. ولكن بحال اللي قلت كاين خطوط حمراء، ولكن كاين مبادئ للتعامل اللي المغرب كيأكد عليها دائما: الشفافية، التشاور والتنسيق. هذه هي المعايير ديال النجاح في أي مبعوث أممي، بما فيها ستيفان ديميستورا. فهو المغرب من البداية كيقول له هذه هما الأسس ديال التعامل، والمغرب غيبقى ديما يتعامل معاه من هذا المنطلق. هناك نقاط حمراء أو خطوط حمراء اللي هي الثلاثة اللي هضرت عليها، هناك آليات للتعامل يجب التأكيد عليها، وغينبه لها المغرب كل ما كان ابتعد عليها. النقطة الثالثة هي أنا قلتها من قبل ونعاود نأكدها، ما نعطيوش لجنوب إفريقيا أكثر من الحجم اللي عندها. جنوب إفريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 للآن؟ 27 دولة سحبات الاعتراف، رغم التحرك، رغم المواقف، رغم هادشي كاع ديال جنوب إفريقيا. نص الأعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعة اللي ديال جنوب إفريقيا، اللي هي دول ديال جنوب إفريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب إفريقيا، والثلث اليوم عنده قنصلية في الداخلة ولا في العيون. هذه جنوب إفريقيا. باش من زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ يمشي هذا، نفس التعامل. ما زعما ما كنعطي جنوب إفريقيا ما عندهاش الأهلية، ولكن ما عندهاش القدرة على أنها تأثر. تكون أثرات، كانت تأثر من 2004 وكانت تأثر في المحيط ديالها. جنوب إفريقيا كانت على الأقل ثلاث المرات عضو غير دائم في مجلس الأمن منذ اعترافها بالكيان الوهمي. اضطرت انها قبلات انها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الامن، وكلها قرارات اللي مشات في اطار دعم مبادره الحكم الذاتي، تحديد الاطراف النزاع، وتاكيد الموائد المستديره.
تكون جنوب إفريقيا عندها القدرة كنتمنى ملي كانت عضو غير دائم. جنوب إفريقيا حاولت أنها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الإفريقي وتحركات وهذا. المغرب هذه السنة السادسة ديالو في الاتحاد الإفريقي. تكون كان جنوب إفريقيا عندها القدرة كرة قدرات ديرهاتش. جنوب إفريقيا حاولت وسط الاتحاد الإفريقي أنها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الأمن والسلم. المغرب منين رجع هذه 6 سنين يمكن هذا العام ديالو الخامس في مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي بالرغم من معارضة جنوب إفريقيا. المغرب كيترأسوا هذا الشهر هذا. تكون جنوب إفريقيا عندها شي تأثير كرة قدرات تأثر وسط الاتحاد الإفريقي. هذه أسبوعين كانت في التصويت في مجلس حقوق الإنسان مع جنوب إفريقيا بالضبط وكانت النتيجة بين 30 صوت للمغرب 17 لجنوب إفريقيا 10 الأصوات إفريقية للمغرب 3 لجنوب إفريقيا. وبالتالي زعما جنوب إفريقيا بكاع داك لاجيتاسيون ديالها وداك البهرجة راه ما كتأثرش في الملف. ما عمرها أثرت فيه وما عمرها غتقدر تأثر فيه لأن باش ما نعطيوهاش حجم اكثر من اللي عندها. حنا لما كنهضروا على الشفافيه والتنسيق والتشاور قلت لك انا كنمشي سواء تعلق الامر بالمريخ ولا بالدوله في الباسيفيك ولا دوله نفس الامر. جنوب افريقيا لا 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 تاثير لها ولا وزن لها في هذا الملف وما عمره غيكون عندها لان تكون كان عندها قلت لك انا شي 20 عام والنتيجة راهي واضحة اليوم. جنوب إفريقيا فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية وغيبقى بينما الدينامية هي الدينامية اللي كنعرفوا اليوم اللي هي تزايد سحب الاعترافات تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء وتزايد دعم لمبادرة الحكم الذاتي. هذا هو الحقيقة وهذا هو الدينامية وهذا هو اللي كيأثر واللي هي قوى مهمة قوى اللي عندها مصداقية 15 عضو داخل الاتحاد الأوروبي دول فاعلة في العالم العربي في إفريقيا في آسيا وغيرها اللي خدات هذا الاتجاه. جنوب إفريقيا يعني ممكن نقول صوت نشاز وهامشي. وبالتالي فلما كان هدروا على دي ميستورا ما نتخيلوش لأنه مش الجنوب إفريقيا ولا جنوب إفريقيا اليوم غادي تغير موازين الملف. ما عندهاش الإمكانية وما عندهاش التأثير اللي يمكن لها تديره وإلا كانت تديره شحال هذه. وكل المحطات اللي مر منها الملف كانت فيها جنوب إفريقيا 20 قرار خدها مجلس الأمن منذ سحبات جنوب اعترفت جنوب إفريقيا. شنو التأثير ديالها؟ واش قدرت تغير قرار واحد؟ وقلت لك 6 سنين وهي في مجلس الأمن ما قدرش تغير فصيلة في الاتحاد الإفريقي. المغرب معها دابا هذه السنين ما قدرت تمنع ولا شيء حتى قرار نواكشوط والموقف البناء ديال الاتحاد الإفريقي بأن الملف عند الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا ما قدرتش منعه وغاديين فيه. ترأسات جنوب إفريقيا هذه 3 سنين الاتحاد الإفريقي ما قدرت تجمع ترويكا ولا مرة واحدة. هذه هي الحقيقة. وبالتالي فالمغرب كيهضر على مبادئ كيهضر على خطوط حمراء بلا ما نعطيوش لبعض الدول أكثر من الحجم ديالها.